إذا كنتوا تجار أو حرفيين خاضعين للضريبة الدخل حسب النظام الجزافي أي الفورفي، فراه قانون المالية 2021 عوض النظام الجزافي بنظام جديد هو المساهمة المهنية الموحدة CPU، واللي كتجمع الضريبة الدخل حسب النظام الجزافي والضريبة المهنية المعروفة سابقا بالباتونت ورسم الخدمات الجماعية، وكذلك واحد المبلغ تكميلي كيمشي لصندوق الضمان الاجتماعي كأقساط للتغطية الصحية باش تستافد منها أنت وعائلتك. وها كيفاش كيتم التصريح والأداء. قبل من 1 أبريل خاصكم تقدموا بتصريح برقم الأعمال، أي بداكشي اللي روجتو العام الفايت، واخا تكونوا من الأشخاص اللي كانوا من قبل معفيين من التصريح في النظام الجزافي. وباش تسهل عليكم مسطرة التصريح، وضعت المديرية العامة للضرائب هذا العام رهن إشارتكم تصريح إلكتروني مملوء مسبقا من طرف الإدارة فضاء سامبل على الموقع الإلكتروني tax.gov.ma. بعد ما كتدخلوا الموقع كتمشيوا لخانة سامبل سي بي او، كتنخرطوا في خدمة سامبل سي بي او بإدخال معلومات التأكيد من الهوية، رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف. من بعد ما كتدخلوا في واحد الاستمارة العنوان الإلكتروني ديالكم ورقم الهاتف وكلمة السر من اختياركم اللي خاصكم تحتفظوا بها، كتدخلوا الرمز أي الكود اللي أعطاكم النظام وكلمة السر اللي اختاريتو باش تدخل سامبل سي بي او. كتطالعوا على التصريح اللي كيكون واجد مسبقا، كتختاروا كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة وتقدروا تخلصوها بجوج طرق، يا إما كتخلصوها كلها سنويا قبل فاتح أبريل مرة واحدة، أو لا كتقسموها على أشطر ربع سنوية ثم كتدخلوا رقم وتاريخ الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وكتبعثوا التصريح ديالكم في سامبل سي بي او وكتخلصوا في نفس الموقع بالطريقة اللي بغيتوا. إلا اختاريتوا تخلصوا كاش أو بأي طريقة إلكترونية أخرى، فراه النظام كيخرج لكم الطبوع اللي به تقدروا تخلصوا عند أي مقدم خدمات الأداء أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المتاحة. أما إذا اختاريتوا الأداء بالبطاقة البنكية فراه كيديكم النظام للصفحة الخاصة بالأداء عبر الإنترنت. إلا اختاريتوا الأداء الربع سنوي ما تنساوش تدخلوا السامبل سي بي او وتطبقوا نفس هذه الخطوات باش تخلصوا قبل ما يسالي شهر مارس ويونيو شتنبير ودجنبير. وطبعا إذا كانت عندكم حالة خاصة أو احتاجيتوا معلومات إضافية فكتبقى مصالح جميع المديريات الجهوية للضرائب في خدمتكم لاستقبالكم وإرشادكم وتسهيل الإجراءات ديالكم.